أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في عملي، أن أراقب الله في عملي، وأحرص على عملي وكابتنيتي، وأحرص على عملي وكابتنيتي، وأن أصون حياة الإنسان، وأن أصون حياة الإنسان الذي أقوم بنقله، الذي يقوم بنقله، وأن أحفظ له أسراره، وأن أحفظ له أسراره، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. أنا مش خلاص، نزل